يعني على الكروز أربعة في أسوان خمسة والأسر وأسوان خمسة. Or of our marriage. من امبارح عمال أحفظه. Day 346 of our marriage. 4 hours. أدي what is the queen name? Hatshepsut. Huh? Hatshepsut. حتشبسوت يا حتشبسوت أفهل عليك يا حلوة تبوت زي كلوز ذا تومب أونيو تومب أونيو. ده مجسم فالي أوف ذا كينج هنا الحجر اللي تحت الجبل وده مجسم للجبل معمول من الإزاز. وهنا أسماء الملوك اللي اتدفنت all the kings who buried here. ودي الأوض اللي تحت الجبال. وصلنا يا جماعة Valley of the Kings. Valley of Kings اللي طبعا أول ملك هنا كان مصر بعد كده أول نيل. نروح ناخد لفة طرف. أنا عايزة أكمل القطر The magnificent queen. Yeah. In my hair. No, here, above my hair. Hatshepsut. You are lucky because when I was here 15 years ago, there was no buses. Yalla bien. No room for us foreigners in the Egypt. There's a lot of space. لسه أصلين الكارناك. تأخرين عن الناس. إنزين الكارناك. It's the sheep. So from Luxor to Karnak there should be 3 kilometers and that's the way from the queen comes and go. معبد الكرنك في شوية كتير قوي من الأقصر ما بينه وما بين الأقصر 3 كيلو طبعا بره.